الله يديك العافية عمدة. الله يخليك يا شيخ. زارع فول انت؟ الحمد لله. الحمد لله. طب من امتى زرع الفول ده يا اخي؟ الفول ده انا زارعه من 2010. يعني تقريبا دلوقتي كمل كام تقريبا شهر؟ لي حوالي 4 شهور و10 ايام. 4 شهور و10 ايام. يعني هو في زرع الفول في شهر 10؟ في شهر 10. فيش عروة تاني لكن هنا عم زرعوها غير لا، في شهر 10 يبتدي الفول. شهر 10 ويتحصد في الأيام اللي جاية، يعني الحمد لله دلوقتي هو طارح وجاهز يعني. خلاص الأيام دي إن شاء الله يتحصد. إن شاء الله. طب بالنسبة للفول يا أخي، الزراعة يعني هتكون بطريقة النقرة ولا هتزرعها إزاي يعني؟ نقرة يا شيخ. نقرة؟ نقرة. يعني في نجارة دلوقتي هتزرع على فكرة لو. لا، احنا شغالين يدوي. يدوي. طيب تمام. بالنسبة طب التقاوي، يعني الفدان ياخد كتير تقاوي يا أخي؟ والله الفدان بياخد ممكن 30 كيلو. 30 كيلو. الغزة هترموا فيها كم حباية على كده أو الجورة؟ 2 و3. 2 و3. طب هيتفل الفول زي البامي على كده عمدة بعد كده لو لا زاد؟ لا لا مش هيتفل. ما تفلش. الأفضل بالنسبة للفول يكون خفيف ولا غزير؟ لا، يكون خفيف يعني عشان هو بيفرق. هيفرق. طب بالنسبة عمدة للراية الأولى بقى، هي كانت راية المحياة دي، سمدت عليها ولا رميت سماد قبل ما لا تزرع؟ رميت على كده. بالنسبة للتسميد يعني رميت على كده. يعني ما حطيتش سماد في الأرض ولا حاجة؟ لا. طب إمتى بدأت تسمد بقى الفول؟ في اللي هي مية التنشيل، المية التانية. المية التانية اللي هي بعد العزيق. بعد السندق أو العزيق؟ هو ليه عزيق؟ سندق؟ ليه عزيق؟ أيوه. تعزق عزقتين. عزقتين زي البامية يعتبر سنتين. زي البامية. طب تمام. طب بالنسبة للتسميد بقى، أنت هتقول سمت في الراية الأولى دي اللي هي الراية الثانية يعتبر، اللي هي راية المحياة. راية المحياة يعني أنت نقرت ورويت وبعد كده سندت ولا إيه؟ يعني سندت بعد كده وبعد كده بدأت بعد كده تسمد وتروي. نسمد ونروي. طب ورش مبيد. يعني هو صغير خالص بدأت ترش. طب المبيد ده كان الايه بالظبط؟ هي في امراض هتصيب المبيد عشان خاطر الحشره والناموس. ده في مع الرايه الثانيه. مع الرايه الثانيه. من بدايه الرايه الثانيه وانا برش مبيد. كبريت، مبيد بالموتور. طب الكبريت ياخد كتير على كده الفدان يا اخي؟ والله احنا جبناه لاشوال. ده المساحه عندك كام؟ مساحه فدان وتلت. تمام. طب بالنسبه للتسميد بقى، ياخد كتير؟ هتدي يوريا ولا هتدي ايه بالظبط؟ بدي نطرات من البدايه. من البدايه. ياخد كتير الفدان؟ الفدان ليه 3 شوائل. مع الرايه الاولى دي سمت. طب والرايه الثانيه؟ الرايه الثانيه على كده بدون تسميد بدون سماد. تمام. وفي رايات تانية رويتها ليه؟ الرايه اللي هي اخر رايه دي كانت بسماد. كانت بسماد. سماد وسوبر. يعني كده حوالي انت رويت 4 رايات بالرايه الاولى. بالاولى 4. بالاولى 4. اللي هي يعني بعد النقره رويت محسوبه دي، يبقى كده 4 رايات. هل حتروي تاني ولا كده؟ لا كده خلاص استوى الفول. استوى الفول خلاص. يعني بسم الله ما شاء الله طارح الفول وتمام خلاص استوى الفول. نوع الفول ده بقى، اصلا في معانا ابراهيم، اخونا ابراهيم صالح، يعني زارع مريوط 2، فيقولوا فول انتاجه عالي خالص وحتى يعني هو اطول منا في ال. هنا احنا مش بنرقى بالتقاوي الطويله اللي هي بتجمد. حتى في القمح عندنا زي كده. ليه بتتكسر؟ اقل ما انك تمشي فيه لو لو هوا اشتغل هيتكسر. احنا هنلجأ وما تعرفش تمشي فيه. انما هنا يعني الحمد لله الفول البلدي ده انتاجه كويس. انتاجه كويس ومش عيطول يعني. طيب كلام جميل. طيب بالنسبه بقى للمقاومه، الامراض اللي هتصيب الفول ايه بقى اشهر الامراض اللي يعني واجهتك في زراعه الفول؟ في ناموس. في هلوك. طب انت هتواجه الامراض دي ازاي يعني يا عمده؟ الهلوك ده يا شيخ بيطلع زي الفول كده. ورينا كده الهلوك يا اخي. ده الهلوك. ده الهلوك يا شيخ اللي هو بينشف المنطقه اللي هو بيطلع فيها. الفول حواليه ده الهلوك. ده الهلوك.
طب ده يعني ده مجرد انه يطلع بجوار جذع الفول خلاص يقدع الفول؟ يقدع المنطقه اللي هو فيها. يا طب ده يا اخي يعني ينتشر في الزراعات ولا ايه بالظبط؟ بينتشر في الزرع البذري. البذري اللي هو علشان في ناس بترمي في 9. طب يبقى كده يعني احنا ناخر ال وبينتشر برضو في الزرع اللي ما فيهش حلبه. اللي ما فيهش حلبه. الحلبه مفيده جدا. الحلبه مفيده مع الفول. مع الفول عشان خاطر الهلوك. يعني الزرعه تقاوم بها الهلوك بجوار الفول. ايوه. والله شيء جميل. علاج وفايده. الحلبه. جميل خالص. طب يعني عندنا يعتبر زراعه الفول قلت بسبب الهلوك ده. بسبب الهلوك والامراض وتكاليفه. والتكاليف الزايده بتاعت الفول. لكن الهلوك هيتقاوم يدويا. يدويا. يعني ان انت دايما تتابع زرعتك. تابع زرعك تمشي في الزرع اول ما تلاقيه تشيله. وطبعا يظهر في بدايه الزرعه ده ولا؟ بيظهر في بدايه الانتاج. يعني لما يكون خلاص الانتاج. يكون الزرع بينتج. يعني ظهر وبدأ. يكون ظهر وطلع طلع قرون. زي الوضع اللي احنا فيه ده. زي الوضع اللي احنا فيه حاليا. وده الانتاج بتاع ده انتاج الفول ده. البلدي. يعني ده مش مريض اثنين يا جماعه ده. ده فول بلدي. ده فول بلدي. يعتبر الفول البلدي يعني مش بالطول اللي هو بتاع مريض اثنين ده. لا ده اكثر منه. ده اكثر وقوي شويه يعني احنا هنعدوا فيه عادي. ما فيش حاجه بتكسر مثلا. يستحمل يعني. يستحمل لكن نكاتشن جامد تلاقيه يرقد نام في الارض. طب تعالى جاك ده عند الفلان تاكله. في مجموعة يا اخي يعني انا شايف غريبة هنا شوية. شايف الجذع ده؟ ليه شكله كده ده بقى؟ ده زي ما بيقول فول ذكر ده مش بيطرح. فول ذكر. ده فول ذكر ده. الجذع ده. يعني ما فيش أي ثمار فيه. فيش أي إنتاج. طب ده إيه المشكلة بتاعته ده يا اخي ده؟ ده في التقاوي ده ولا إيه؟ ده جاي في التقاوي يعني. يعني يمكن ما فيش في الفدان الا هو الجذع ده. بيجي في التقاوي ده. او لو كان يعني في مرض معين حد من اخواننا المتابعين يعني المتخصصين يعرف المرض اللي في جذع الفول ده يا ريت يكتب هنا في تعليق يعني. وبرضه شيخ الفول ده قصير دكاتي اللي هو المريوط اللي انت بتقول عليه بيرقد في الارض بياكله الفار فهو ده حاليا عندنا ده لعب فيه الفار. فما بالك من الثاني؟ انا شايف قرن. بص هالقرن اللي هناك ده عندك. هالقرن اللي تحت ده. بعدك ده القرن ده نفسه. القرن اللي واكل الفار ده. ده واكل الفار ده؟ واكل الفار. طب ما فيش مقاوم بقى للفار هنا عنده سموم ولا حاجه ولا؟ لا يا شيخ الفار نحتار فيه. الفار مشكله هي. مشكله الفار. وعياكل اللي هو الثمار اللي هي تحت اللي نازله تحت. بياكلوا الثمار اللي هي خلاص استوت. دي مشكله الفار في زراعه. مشكله الفار. على فكره الفول واضح ان مشاكله كتير عشان كده المزارعين عندنا بداوا يعزفوا عن زراعته. طب يا اخي في ناس هيقولوا ان احنا يعني بطلنا نزرع الفول هنا في ارمنت علشان خاطر الهلوك بدا يسيطر عليه. الهلوك يا شيخ ومصاريف. طب مصاريفها ايه الفول يعني في التقاوي؟ مصاريفها في المبيذات. يعني الناس هنا بدأت تعزف عن زراعتها عشان خاطر مصاريفها الجامدة. مصاريفها جامدة. لكن طيب الناس يعني في الفترة الأخيرة دي بعد ارتفاع الدولار يعني بدأت يعني تفكر في زراعة الفول والمحاصيل اللي هي مرتبطة بالدولار يعني. ليه؟ لأن هي بيبقى أسعارها يعني إيه تزيد يعني مع الدولار وتنقص مع الدولار. هل انت برضو يعني زارع عشان خاطر كده ولا؟ لا انا عادي. انا بزرع عادي. انا اول مرة يعني اغامر وازرع الفول. لان هي فعلا كانت مغامرة لان ما فيش حد يعني عندنا بدأ يعني قل خالص الناس اللي تزرع الفول. خف الفول عشان تكاليفه ومصاريفه. طيب ان شاء الله بإذن الله لما تحصد الفول ان شاء الله نكون معاك وربنا يبارك فيك عمدة وفي زرعتك ان شاء الله. ان شاء الله. الله يديك العافية صح.